قول لي يا حبيبنا. ثواني يا حبيبنا، مش شايفني بكتب واتس يا حبيبنا؟ ايه ده؟ يا ابني اتكلم مع الباشا عادل. ايه يا عم انت وهو باشا باشا، مفيش شعب كلها بقت باشاوات. يا بني ادم افهم، ده هشام بيه الجرحي امن عام، اظبط لظبطك. اهلا وسهلا سعاده الباشا، لا مؤاخذه، اظن برضه ما هتسالني على مخينه الدوكش. برضه؟ هو مين سال عليه غيرنا؟ النقيب ماجد المصري من اسم الضرب الاحمر. عندنا ماجد المصري؟ اه طبعا يا فندم، ماجد المصري وماجد الكدواني واحمد زاهر. ما هو بيستهبل. لا يا باشا مش بيستهبل، هو ده اللي جه سائل بجد. وبعدين لا مؤاخذه يعني، انتوا من الامن العام وما تعرفوهوش؟ لا معي. لا معي. يعمل كده يا سعاده الباشا؟ بقول لك انت وهو، طالما العمليه بقت نقبه في نقبه يبقى انا النقيب تامر حسني. كارنيهاتكم بقى كده عشان نتعرف على بعض. بيقول لك النقيب تامر حسني، ظبطه بقى سعيد. تمام. لا لف لي بقى تموره، لف عاوزك.